سيادة المستشار سعد السعداني رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ، ازي حضرتك؟ بالنسبة لليوم السابع يعني ايه اللي حصل النهاردة؟ وبرضه نخليها توعية للمرشحين لما بيجوا المحكمة هيتقدموا ازاي؟ اولا بالنسبه للاجراءات اللي احنا بنعملوها، احنا بنشتغل في ظل الظروف دلوقتي، ظروف صعبه علينا كلنا، تمام. ويعني من الناحيه الصحيه الحمد لله، يعني احنا بنتخذ اجراءات برضه. فاحنا بدانا دلوقتي ان احنا بنعمل تعليماتنا، ان في مندوب من المحكمه على باب المحكمه بيرشي طالب الترشح على المكان اللي احنا مخصصينه. تمام. فاحنا اول حاجه ان بنتخذ اجراءات التعقيم وهو داخل على المحكمة، وقياس الحرارة والإجراءات الاحترازية بتاعت الصحة العامة اللي احنا متخذينها في المحكمة، تمام. وبيطلع عشان يتبعوا مخصصين قاعة لاستقبال طالب الترشح. أنا شفت القاعة دي جميلة جدا زي والله، الله يخليك. التباعد والعلامات القاعة المعمولة، فعجبني معاليك يعني الحاجات الجميلة الموجودة في القاعة. لا، ما احنا القاعة احنا مخصصين موظف موجود لاستقبال طالب الترشح في القاعة، تمام. وبيسلمهم الاقرارات اللازمه عشان يجيب لهم معرفتهم، وبنستخرج لهم الشهادات بيانات القيد اللي موجوده عندنا في المحكمه برضه، وبنذلل الصعاب اللي موجوده. ومعانا موظف الخزنه بياخد برضه، يطلع اوامر الدفع عشان يطلع الاتصالات عشان قبول الترشح برضه، تمام. ومعلقين لوحات بالنماذج اللي موجوده، البيانات والارشادات والرموز الانتخابيه المتاحه برضه بنعلق لهم البيان. ولما طالب الترشح بيملأ البيانات المطلوبة منه والإقرارات المطلوبة منه، بيتوجه للمكان المخصص لتواجد اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح، فبيقدمها واحنا بنراجع البيانات وبنقبله وبنأيدوها، يعني رقم برقم على حسب الورود بالساعة. ونسيت أقول لحضرتك إن إحنا في قاعة الاستقبال نفسها في أرقام معاهم، أرقام مرقمة، تمام وكل طالب ترشح بيجي بالأسبقية بياخد الرقم بتاعه، تمام وبنقبل الأوراق، ولو في ورقة ناقصة أو في حاجة ناقصة إحنا بنعطيهم مهلة برضه بناء على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، إن يستكمل ورقه في خلال المدة المقررة عشان ما نستبعدش حد. وفي النهاية بيعرض هذا الأمر على لجنة الفحص، إذا كانت الشروط مكتملة والأوراق سليمة ومستنداته مكتملة بيقبل ترشحه القبول النهائي، وده تمهيدا لاخر يوم ان احنا هنحصل كل اللي موجود، وهنعيد برضه اللي ناقص من المستندات او والشروط، ونستبعد الناقصين، والباقي يكمل ان شاء الله، يكون فيه القبول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وصلنا كام النهارده في اول يوم؟ وصلنا احنا دلوقتي وخلصنا 9 حالات، 9 حالات في حاله حاليا يعني في طريقها دلوقتي. احد الافراد يعني متقدم للترشح تمام. بيملى استمارته، فلو اقدم على تقريبا النهارده هتكون 10.